زي ما الكابتن شريفه كابتن علاء يمكن السنه اللي فاتت نادي غزل المحله بالنقاط اللي جمعها الدور الاولاني اللي هي 24 نقطه فرقت معاه جدا الدور الثاني اللي هو ما جمعش فيه غير 11 نقطه بس، ودي كانت سبب من ضمن اسباب بقاء غزل المحله في الدوري. ولكن في نقطه هنا، طبعا طموح غزل المحله السنه اللي فاتت انه يقعد في الدوري، صح؟ كويس. كابتن خالد عيد المدير الفني نجح مع فريق غزل المحله باقل الامكانيات انه يقعد في الدوري، ولكن تم توجيه السكر للكابتن خالد عيد وانضمام او الاستعانه بجهاز فني جديد بقياده الكابتن محمد عوده اللي ماشي كويس مع النادي الغاز محله لحد دلوقتي. ولكن المقصود هنا ان كابتن خالد عيد حقق الهدف، تفتكر ايه اللي مشاه؟ دي بالنسبه لي لغز، لان احنا كنا بنتكلم على المحله، كنا بنتكلم نقول ان الدور الاول كله يحسب لكابتن خالد عيد ان هو جمع نقاط في فرق كتير ما قدرش يجمعها، والنقاط دي هي اللي اعدت المحله في الدوري الموسم ده كمان، وبقل امكانيات يعتبر كانت اقل امكانيات في الدوري العام كله. صحيح. وهو خالد كان دايما بيتكلم يعني بيعاني من النقطه دي، لكن خالد عشان ابن النادي المحله وابن المحله، دايما ابن البلد نفسها وابن النادي نفسه ما بيشتكيش كتير، بيرضى بقل امكانياته واشتغل. دايما انا بتكلم على خالد هنا بجد بمنتهى الاحترام، وشغل فرق جدا مع غزل المحله، ولولا وجود خالد عيد والمجموعه اللي مع خالد عيد اللي هي مغموره ما تعرفش عنهم حد خالص، وان هم يستنوا في الدوري الممتاز، اعتقد دي تحسب اولا لكابتن خالد عيد وبعدين للعيبه اللي كانت موجوده معاه. ده الموسم اللي فات ليه مش يا ايمن؟ ما تعرفش الانديه دي في حاجات انت ما تفهمهاش، خصوصا انديه الشركات، لا في حاجات كده بتحصل. يعني انت بتعاقب الراجل على ايه؟ انت بتعاقب الراجل اللي هو هدف، لا انت بتعاقب الراجل اللي هو قدر بامكانياته قليله جدا ان هو يبقى في الدوري الممتاز. ده مش عقاب. يعني انت كده المفروض بدل ما تشجعه وتوعده ان هعمل معاك صفقات الموسم القادم عشان حته ان انا يبقى عندي معاناه في نهايه الدوري، لا ابقى مثلا في نص الدوري ترتيبي كويس ليه بالمحله واسمها كبير، انت مشيته ليه؟ انا ما اعرفش. ولو سالت خالد جبته على التليفون دلوقتي خالد نفسه ما اعرفش، مش هيعرف. انت فاهمني؟ لكن خلاص هي الشغلانه دي كده اساسا، يعني فاهمني. لكن خلينا في الموسم ده الشغلانه دي كده في مصر بس يا كابتن. والله يا بلال عشان ما تعممش، عشان ايه في اماكن ثانيه، افضل اماكن ثانيه حتى لو هو يمشيك بيبقى خلاص ان انا همشيه، لكن مش يبقى انت كمدير فني كمان خدت قرار من سوء التوفيق، من سوء النتائج، ان انا مش هقدر استمر هنا. لا هنا المعايير كلها مختلفه، يعني متلخبطه، فما تضايقش نفسك من الموضوع ده.